السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موقع اسمه ويكي هاوس. لا، مش ميكي ماوس، ويكي هاوس. ويكي هاوس ده جزء من فكرة الاوبن سورس، يعني تصميم البيت بيبقى اوبن سورس، بيبقى مفتوح المصدر. تبسيط اكتر للموضوع، انت دلوقتي عشان تعمل بيت بتجيب حد يصمم لك البيت وبتصرف فلوس على الديزاين، غير فلوس بتاع التكلفة، غير فلوس ان انت ممكن تعمل حاجة وبعد كده تصلحها والحاجات دي كلها. الويكي هاوس بيبقى فيها تصميمات جاهزة، بالعكس فيها حاجة لذيذة جدا، ان انت ممكن تجيب تصميم قطع معينة وتروح مركبها انت في البيت مع واحد صاحبك، يعني اتنين يقدروا يعملوا البيت، وتبدأ تاخد الأجزاء مترقمة وتبدأ توصلهم ببعض وتربطهم ببعض بأجزاء سهلة، لأنها حاجة مفتوحة المصدر، ففي مهندسين كتير عمالين يعدلوا فيها، فوصلت لدرجة من السهولة إنها سهل جدا إن أنت ده، حتى لو مش مهندس، حتى لو مش متخصص وعايز تعمل بيت تقدر تعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وفي ناس كتيرة في جميع أنحاء العالم عملوا الموضوع دوت، عنده حتة أرض فاضية فبيدخل يجيب التصميم وبيروح طابعها، وممكن بمكنة مثلا سي ان سي او اي مكنة خراطة او اي حاجة من الحاجات ديت بيصمم اجزاء البيت ويروح مركبهم مع بعض، لان هو بيطبع بيبقى كل قطعة لها رقم وفي كتالوج ان دي هتوصل بدي، دي هتوصل بدي. كنت انا عملت الموضوع ده وجربته. كنت اشتريت من احدى الشركات مكان بحط فيه كمبيوتر، مكتبة كمبيوتر كبيرة، وكل جزء كان عليه رقم وفي مسامير وببدأ أوصل ببعض لحد ما عملت المكتبة. خدت منه جهد بس كنت فرحان جدا إن أنا عملتها، خدت ثقة في نفسي، كانت كأنك بتلعب لعبة المكعبات. الموقع اللي هو ويكي هاوس بتلاقي فيه شوية تصميمات كتيرة جدا، في تصميمات بتبقى مثلا مختصة بالناس اللاجئين، الناس اللي عندهم مشاكل في الدولة بتاعتهم فبيدوروا على مكان بسرعة، بيبقى في كذا تصميم بحيث ان مثلا ممكن يكون يلاقي من منطقة زي المناطق العربية او المناطق الصحراوية او المناطق الجبلية، او يعني في تصاميم كتيرة، فانت بتشوف التصميم اللي يناسبك ويناسب البيئة وتبدأ تصممه. الفكرة بتاعته سهلة وبسيطة زي ما انت شايف، التصاميم بتاخده تشوفه وتبدأ تشتغل عليه، بتعمل انت حاجة بنفسك، بتعمل حاجة بسيطة، بعد كده بتبدأ انت تشوف لو انت عايز تزود حاجة تنقص حاجة. ممكن لو انت ليك خبرة في التصميم تدخل على الموقع، لانه هو اوبن سورس، عامل زي فكرة الويكيبيديا. ده ويكيبيديا، ده ويكي هاوس. بتبدأ لو انت عندك اي تعديل في التصميم ممكن تروح بعته هناك، تلاقي اللي بعديك استفاد من التصميم دوت، وان شاء الله ناس كده جرب الفكرة، ولو حد عملها يا ريت يبعت لنا الفكرة ديت ان شاء الله صور للتنفيذ بتاعها، بحيث ان احنا نبدأ ننشر الفكرة اكتر وننشر اي حاجة كويسة بإذن الله. اخوكم عمر سليم.